ازيكم عاملين ايه؟ معكم سارة سيد. فيديو النهارده بتكلم عن اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. انا بقالي يومين مرتبتش حاجه ومنظمتش حاجه، والمطبخ زي ما انتوا شايفين كده معمول كله فوق بعضه، مش منظم خالص. فهو يومين بس كده منظمش ومنظفش، فالمنظر هيبقى كده. فانا هحاول ارتب الحاجه بسرعه كده معاكم، يعني ده هيبقى فيديو سريع، يعني هتشوفوا الفرق قبل وبعد بس، وهتحسوا بالفرق، يعني فرق من المرتب والنظف، وفرق ان احنا نسيب الدنيا مكركبه كده. يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. بس طبعا قبل ما ابدا الفيديو اعملوا لايك واشتراك علشان تكسلوني ايه انا كسلانه لوحدي، علشان تشجعوني والكسل ده يروح مني. البسكوت ده حلو جدا، بيتباع بالكيلو، اعتقد ان الكيلو ب45 جنيه. حلو قوي. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. رتبت ونظفت ولمعت المطبخ الحمد لله، عملت كوباية الشاي اخيرا علشان اروق دماغي بعد ما نظفت المطبخ، حسيت بروقان. انتوا كمشاهدة يعني حسيت ان في فرق بين قبل وبعد. فالترتيب والتنظيف حاجة مهمة بجد. انا يومين بس ما دخلتش المطبخ، حسيت بكده، كنت عندي كسل شديد، فقلت اتحدى نفسي وانظف علشان يعني مش هينفع كده. بقى ليه مزاجك اشرب كوبايه الشاي بجد. تمام، لو عجبك الفيديو اعملي لايك ودوسي اشتراك، زرار الاحمر تحت الفيديو دوسي عليه، بيفرق معايا جدا وبتفرحوني. والتعليقات الحلوه اللي انتوا بتكتبوها لي انا بفرح بيها قوي والله، يعني انا بقرا كل التعليقات وبرد عليها كلها. ولو حد عنده اي استفسار برد عليه، لو انت عندك اي تعليق او اي استفسار انا هرد عليكي. وتابعيني في الفيديوهات الجايه. والله باي باي.